انتظروني يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في تراك جديد. طبعا واحد هيجي يسالني انت عملت شيفت كارير امتى يا مستر؟ ما هو طالما بتشغلني على 1:30 و2 يبقى انا كده رابر مش مدرس. نصيحتي ليك اسمع بتأني واكتب كل نوتس واكتب كل ملحوظه، لان انت ما تعرفش الامتحان بيجي ازاي، بيجي من بين السطور ودقائق الامور اللي انت شايفها مش مهمه. اهم حاجه بضغط عليها تاني تكتب النوتس ورايا بعد كل حصه.